التمثيليات اللي شغاله دلوقتي هي معظمها بتتكلم عن الحاجات الواقعه، مش جايبه حاجه من بره. فعلا في امهات بتميز واحد عن واحد في بعض الحالات، اه يعني نتيجه مثلا ان انت حنينه شويه فاختك شويه ممكن تكون عصبيه، نتيجه العصبيه دي تلاقي الام ما بتميلش لها اكتر، ما بتميل اللي هي الهاديه المريحه اللي نادكه بتريحها. احنا دلوقتي الامهات كلها في الشارع، كلها بتشتغل، كلها مفتقده ان هي تعرف تربي اجيال، فمن هنا جت الحالات النفسيه. في مسلسلات بتاثر، في مسلسلات اللي بتعلم الشعب وتعلم الاهل كيف يتعاملوا، في مسلسلات كده وفي كده. العامل النفسي اكيد ان الام بتعامل بنتها مش كويس، او الاب، او العوامل الخارجيه بقى في الطبيعه سواء سيان من داخل البيت او من خارج البيت، طبعا بتاثر على العامل النفسي كبير جدا.